اخوتكم في روضه الرواد الصغار واخواتنا اللواتي يسميهن المقاتلات الصامتات اللاتي يسهرن الليل ويحضرن طوال النهار ويفكرن في المشاكل النفسيه والاجتماعيه والتربويه لاطفالنا بصمت بلا كلل بلا ملل. اطفالنا الذين سهروا الليل في عمل ودراسه وجهد، واخواتنا اللاتي سهرن على جيل المستقبل الذين سيحمل الرايه ويقود هذا المجتمع قريبا. نحن اليوم فخورين بوجودنا بين اهلنا في جرابلس لحفل رائع وجميل. والتقدير للآن سوسن محيى الدين مديرة روضة جرابلس واحد على تفانيها وإخلاصها بالعمل، وباسم منظمة الرواد ومشروع الرواد الصغار وإدارة مركز جرابلس نتقدم لها ببطاقة شكر. تتفضل. مشكور. مشرفة التعليم الآن أمينة الشيخو. الآن روعة نواس. تفضل. مشكور. الآن حورية شاش. دون حال سرور.